السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا اصدقائي، ورحب بكم مرة اخرى وقناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. احب ارحب بجميع اصدقائي وانوه لهم انه رأيت يعني عزفهم الجميل، ورأيت العزف الجميل، ورأيت أصابعهم وريشتهم، وطريقة هنا نبدأ يجب في طريقة الأداء والتعبير بالموسيقى. هذا اللون يكون صعب جدا بسبب عملية التمرين، يحتاج لك أولا تمرين، ومن ثم يحتاج لك السماع الكثير للموسيقى، ومن ثم التمرين ريشة وأصابع. أنا سمعت من جميع أصدقائي اللي سمعوني أعزفهم وعندهم إشكالية، أنه المعظم من عندهم يتحدث ويقول أنه أصدقائي يقولون له أنه بارد. هو ليس بارد، وإنما يسمى عندنا في الموسيقى يسمى بدون إحساس، والإحساس يولد من كثر السماع وكثر العزف. يعني مثلا راح أعطيكم مثل، نلاحظ الآن العود، هذا العود عندما أنا أعزف أغنية، أعزف أي أغنية، مثلا أغنية طريقة تعتبر بدون تعبير، يحتاج أولا تمرين، هذا التمرين ريشة وأصابع، ثم من خلال التمرين والريشة ستكون لديك ريشة. الآن راح أعزف نفس الطريقة، لاحظوا الريشة. هاي شلون تكون التمرين؟ تكون طريقتها مرا ببطء وتدريجيا، يعني مش يعني مثلا سرعة أول ما تبدأ، يجب أن تبدأ بطيء، يعني مثل السلم الموسيقي.
يكون لديك تقريبا سرعة، فتصبح عندك إلى أن تصل يعني وراء فترة من الزمن زيادات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.